أما الآن اللعبة الثانية هي الكراسي للأطفال. أيوة ابتدت المباراة. أيوة يا شباب يلا لعبة البراعم. أيوة 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 يلا بسرعة صفر يا حكم. أشوف أيوة ما يصير هيا. ايوه نتيجة الحكام طلع ما ادري شو اسمه واحد اصفر علي طلع علي عبد الله جمعة ما ادري شو اسمه العجوز العجوز يلا ايوه جيب الكراسي يقول لك المخرج ايوه نبي نتيجة تليمان مباراة تليمان طلع ود رضا الناس لوي طلع ايوه كله بشا اشوف يلا حرك ايوه يا حكام صفر ايوه طلع ما كشي حيو شيشة حيو شيشة شيل كرسيك معاك ايوه لا زال علي كاظم وما ادري من هو يلا سلمان ايوه يا حكم ايوه وين هو؟ لا مو هو ها طلع واحد اترك لا ها مو غير برد انا انزين يلا يا حكم اليوم ايوه الشمس حاره ايوه اللاعبين في التنافس ايوه اطلع مرة ثانية خذ لك ايوه يا شباب ايوه يا اطفال الامة الاسلامية الجمهورية الاسلامية لحظة خلت انت المباراة خلنا نغلف ايوه باقي كرسيين لا باقي كرسيين من اللعبة الرئيسية ايوه لا الحين بعد المباراة ما تنتهي لا زال مواصلة وش بقى باقي اثنين باقي واحد باقي كرسي والله لا انا الاطوال ما اعطيهم امل ان يفوزون بيفوز المره ما اظن يفوز لا طلعوا الطويل طلع الطويل فاز ها قلت لك انا الاطوال ما في امل يفوزون يستلمون جائزه من شيخ حبيب حبيب بدون قطره يلا نشوف اللعبة الثالثة الحين الله وين كراسينا يا جماعة جيبوا كراسينا لا مين حاله حسن جمعة جيب الكراسي